عزيزي الجوزاء، شو هي أهم توقعات الفلك بالأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني جانوري؟ بدي أقول لك أنه في أصحاب وأصدقاء وفرقاء رح يدعموا خطواتك بهالفترة، وخاصة بين السبت 23 والتنين 25، لأنه هالفترة بتكون واعدة جداً. بعد هالشي يعني ابتداء من التلاتة لازم تدرس بعض العروض بانتباه ووعي واستشارة بعض الاختصاصيين حتى تتجنب الأخطاء. هالفترة مؤاتية للسفر والانفتاح والقيام ببعض الأعمال الانتشارية، يمكن تروح بمشاريعك للنهاية. ما في شي رح يوقف مسيرتك، تتزود بأفكار دقيقة وبتكون قادر على محاصرة كل المشاكل. لا شك انك بتلاقي ثمار جهودك السابقه، بس الفلك بيطلب منك التروي واظهار اللباقه والدبلوماسيه وعدم اجتياح حريه الاخرين باخر يومين من السنه، يعني بين 30 و31. بهاليومين بدك تكون كتير دقيق حتى ما تجرح مشاعر بعض المقربين. أرجوك الأيام الأخيرة من الشهر جيدة بالإجمال، ولكن أنت بتكون جامح واثق من نفسك منطلق، ويمكن تقول إشياء تندم عليها بعدين أو تحاسب عليها بعدين. ابتعد عن هالموضوع، شو بدك بهالشغلة في التروي السلامي يا عزيزي؟ واللسان حصان، لسانك حصانك إن صمته صانك.